دابا كيفاش غندير نقنعك بلي هذا كان بحال هكا ولا بحال هكا؟ وبيناتنا كيبان ساهل في الخدمه، ولكن راه فيه دماره وانتم تشوفوا كل شيء في الفيديو. وموجدين راسكم تسمعوا شحال الدريه تاع الوقت، 8 تاع السوايع، من 10 تاع الصباح حتى 6 تاع العشيه، نهار كامل مشى. ولكن واش يستحق ولا ما يستحقش داكشي اللي غنشوفو في الاخر تاع الفيديو، يعني ضروري خاصكم تبقاو باش تعطيوني الراي ديالكم. واش يا برادر، واش يا سيستر، مرحبا بكم في فيديو جديد. مهم الدراري، واحد دقيقه غادي ندوي فيها على المحتوى اللي غادي ندير. المهم كما كنعرفوا كاين بزاف بزاف تاع الدراري، الا ما قلناش النص 50% تاع الدراري تقريبا اللي كيتفرجوا فيا ساكنين في المجال القراوي. فاش كنقولوا المجال القراوي يعني اكثر، يا واحد 90% ما كتلقاش عندهم محلات تاع الحيوانات، فين يقدروا يشريو قفوزه، شرابات، وكالات، يعني بزاف تاع الحوايج. داكشي علاش قررت غادي نبقى ندير بحال هاد الفيديوهات هادو، غادي نحاول نصنعو يعني نقادو شي حاجه. مثلا هاد الفيديوهات غنقادو سجينه، غنقادو سجينات يعني قفوزه تاع الحمام، بشي حوايج اللي بساط يعني اللي تقدر تيبانيهم يمن الدار. الا كانت كتبان لك صعيبه انك تقاد سجنه، ما صعيباش ابرادر، كل شيء ساهل. والا ما تيقتينيش تفرج في الفيديو حتى الاخر وغادي تشوف بان راه كل شيء ساهل، حتى حاجه ما صعيب. مهم نبداو على بركه الله، نشوفوا الماتيريال اللي غيخصنا، ماتيريال اللي ماشي صعيب يعني ساهل تلقاه، وكتقاد شي حاجه اللي ماشي الطوب كما كيتباعوا في المحلات، وانما تقضي بها الغرض حسن ما تبقى بلاش. مهم على بركة الله نشوفوا الماتيريال اللي غادي يخصنا ونكمل. كما كتشوفوا الكادر اللي ورايا هو اللي غادي نخدموا عليه اليوم ان شاء الله. المهم دابا نشوفوا الماتيريال اللي غادي يخصنا، عاد نشوفوا العبارات نتاع الكادر. غادي نبداو باول حاجه، غادي عماره نتاع الكرافوز، وغادي يخصنا الكرافوز، الكرافوز تاع الخشب ماشي تاع الورا، الناس اللي ما عارفينش. غادي يخصنا السلك باش غادي نزيرو مزيان، غادي يخصنا القاد باش غادي نقطعو السلك، غادي يخصنا الشبويك، شبك داك الغليظ ماشي داك الرقيق، درتي الرقيق تا هو ماشي مشكل، بيدير شبكه عاديه ماشي مشكل، المهم شي حاجه ما يخش منها الحمام. وبيخصنا هاد العواد باش غادي نقادو الكادر اللي غادي يشد فيه الشبويك. وغيخصنا منشار، هاد المنشار عندي شويه كلاتو شدا قديم ولكن باقي خدام، هو باش غادي نقطعو الخشب اللي غنديرو بهم دوك الكوادر. وعاد بيخصنا الباش اللي غادي نديرو في الجناب، غيخصنا باش كبر من هذا، انا جبت لكم هي مثال زعما، هو اللي غادي يكون اللور وغادي يكون في الجناب. المهم دابا تشوفوا كيف غادي نحتاج عاوتاني فيزاكرات تاع البيبان، هادو فيزاكرات قدام عندي شويه بقاو عندي هنايا، قلت راه نخدموهم. عاد عاوتاني غادي نحتاج ساقتات باش غادي نسدو في البيبان. غادي خصنا هاد الحكاك تاع الصباغه، جبت انا اخضر وصفر وازرق واحمر، حتى جيب اللون اللي بغيتي ما كاينش مشكل. غادي تخصنا الشيتا باش غادي نصبغو، غتخصنا الدوليو باش غادي نخلطو الصباغه، وباش غادي نغسلو الجنانه توسخنا. صافي تقريبا هادشي هذا اللي غادي نحتاجو، نبداو على بركه الله. المهم هذا هو الكادر ديالنا كما كتشوفوا، غنعطيكم الفكره كيفاش بتكون من هنا. بيجي واحد الكادر من هنا، من هاد القنت هنا تقريبا، من القنت للقنت 20 سم 80 سنتيم تقريبا، ولا واحد 70 سنتيم. كذلك هنا، كذلك في الجناب تاع عبار واحد. صافي مزيان، دابا غادي ندير واحد الكادر من هنا حتى لتحت عاوتاني من الصليب، والوسط هنا وهنا، غيدار كادر هكا. عاد البيبان غيجيو في هاد الجنب وهاد الجنب، عاوتاني هاد الجنب وهاد الجنب. صافي مزيان، عاد يضرب واحد العويدات مع هاد السينتا تا لتحت، وهاد السينتا الاخرى تا هي، ودوك جوج السينتات الاخرين اللي اللور يضربوا فيهم واحد العويدات. صافي وغادي يدور الباش من هنايا، يدور واحد الباش كحل هاكا على هاد الجنب، ويبقى هاد الواجهه خاويه هنا فين غيدار الشبك وغيدارو البيبان. صافي كنظن ان الفكره واضحه. وهنايا طبعا راه غادي يتزادوا واحد جوج خشبات بحال هادو اللي لتحت، يتزادوا واحد جوج خشبات، جوج كونتر بلاكيات. صافي راه الامور باينه. المهم بداو نطبقوا في هادشي هذا اللي قلنا.
بقات لينا حاجه وحده هي اننا نركبوا البيبان ونطلعوا للسخوف في السجنات. كما كتشوفوا دابا حرام سالينا السباغه جاب الله درت هاد ليغات وريني هناك كامل موسخ ماشي مشكل. المهم الدراري السجينة تاعنا ها هي كملات اللهم بارك نديروا بها واحد الدويره خفيفه هي تبارك الله فيها ربعه تاع الكوره. دابا تقريبا شفتوا كل شيء شفتوا السجينه كي طلعت انا شخصيا عجبتني حاجه واحده اللي ما عجبتنيش غادي نقولها لكم في الاخر. دابا وصلنا للوقيته نتاع اننا نقطو هادشي اللي قالتينا غادي نقطوه على 10 صافي مزيان. انا شخصيا غادي نعطيها 6 على 10. كيفاش اخو الطيب انت كتقول لينا مزيانه وهذا وعطيها 6 على 10؟ انا نقول لك لان اول حاجه واللي مهم في اي سجنه خاصها تكون هي المجر تاع النظافه. المجر تاع النظافه عندك هو 50% تاع السجنه، يعني خاص يكون المجر. هادو اللي قالت لينا ما فيهمش المجر، يعني داك المجر تاع النظافه راه هو علاش داير الفيلم كامل. يعني داكشي علاش عطيتها 6 على 10، لو كان فيها المجر غادي نعطيها 10 على 10. انت ولا انت كاين عندك كومونتير لتحت غادي تهبط غادي تنقط انت على 10، 5 على 10، 7 على 10، 9 على 10، 1 0 على 10، وتقول لينا شنو اللي عجبك وشنو اللي ما عجبكش. انت خويا الطيب غتبقى تجي لنا هذا المحتوى غير على الحمام ولا تاع على الحيوانات الاليفه الاخرين؟ غنقول لك لا، نقول لك هذه القناه ان شاء الله غادي تجمع كاع الحيوانات الاليفه، طيور، قطوط، هامستر، دجاج، بزاف تاع الحوايج ان شاء الله من هنا لقدام غادي نزيدوهم. كما قلت لكم ما غاديش ننساو الناس تاع الباجيه، غادي نقدو لهم بزاف تاع الحوايج اللي ما توفراش عندهم في المجال القروي تاعهم، يعني غادي نقدو مشروبات، غادي نقدو وكالات، غادي نقدو بزاف تاع الحوايج. انت ما عليك يتخلي ابوني وجيم باش ملي ترموا فيديوهات بحال هكا تكون انت الاول كتشوفهم وتعطيني الراي تاعك انت الاول. اوكي دابا غنكون وصلنا للاخر تاع الفيديو، غنقول لكم واحد الحاجه هي اللي عنده شي حيوان يتهلا فيها الخوت، اما تهلا فيه انت برادر ولا عطيه لشي شخص اللي غادي يقدر يتهلا فيه مزيان باش بلا ما تتدو وما تعداش على الحيوان مسكين. وانا غنكون وصلنا للاخر تاع الفيديو غنقول لكم بيس.